إلى غاية ساعات متأخرة من الليل. الحركة لا تزال سريعة هنا في الموقع المحتضن لمؤتمر باريس. المتفاوضون يسابقون الزمن لتحضير مسودة اتفاقية مناخ جديدة، ردة فعل منتظرة بعد إبداء رئيس المؤتمر لورون فابيوس قلقه من السير البطيء للمفاوضات وطلبه الإسراع في تقريب الآراء والمواقف. الكل يجمع هنا أن المفاوضات شبه مجمدة وسيناريو كوبنهاجن يعود للأذهان. والله هو فعلا يعني سيناريو كوبنهاجن إلى حد ما يعتبر في الخلفية الذهنية زي ما بنقول in the background، بس اعتقد ان الجميع حريص ان هو يتم تفادي هذا السيناريو وان احنا ما نوصلش ليه يعني. فاعتقد في حرص من الجميع واراده من الجميع على تفادي سيناريو كوبنهاجن. الرهان الان هو التوصل لمسوده اتفاقيه مختصره، وفي الكواليس حديث عن مضمون المسوده الحاليه، 50 ورقه واكثر من 1400 عباره لم يتم الفصل فيها بعد. الكل يعتقد أنه من الصعب التوصل لاتفاق دون زيادة فعالية النقاش، لأنه كما تعلمون فإن كل المجموعات وعددها 24 أجلت نقاشاتها ولا تطور يلوح في الأفق. مسألة التمويل عامل الفرقة الأكبر. مجموعة 77 زائد الصين تبدي تخوفها من إخلاف دول الشمال بوعد 100 مليار دولار كدعم مالي وتكنولوجي. الطبيعة القانونية للاتفاقية وآليات مراقبة تنفيذها مسائل جوهرية يبدو أن الأمر لم يحسم فيها بعد. بعد أقل من 24 ساعة، المتفاوضون مطالبون بتقديم مسودة اتفاقية تسلم للوزراء لإتمام المفاوضات. هل سيكسب المتفاوضون الرهان ويتجاوزون الخلافات في هذه المدة القصيرة؟ أم أن سيناريو كوبنهاجن سيتكرر هنا في باريس؟ الإجابة خلال الساعات القليلة القادمة. حسب إبل عيدان، موفدة قناة الشروق نيوز إلى فرنسا، باريس.